دفعتي لبي تمناد فصل كسيدات إسكول كبوساسو إنترناشنال أي واحد لقو قبتي جدا مقالة بوساسو وكان وريه إن حمسة عبد الرشيد جامع داني أو وربحين تور كان إنه دياري. سومالي أي توسا استكير سداي هاد بكينا تقدر ناي تغير دفع عدنا وهي دفع عدي اللي بيتمناد إيه دمي ستي واح برشادة دوكسيغة دحيونا قد بيسا دوكسيغة ساري واحينا واح كبرتان اسكول كبوساس انترناشنال ايا حفلة ساقوتين اللوغو سمييي هوتيل قعيتي بوساسو مناسبة ساقوتين تايا ارديدا واحايكو سو بندقان علمي باريس ايكا سمييين قدارتا بربركي سوماليا ايا عدورة دا قاركود واحاكينا هولك مناسبة دوكا سعوتي ايا واحاكوغي معمول كدوكسيغا ساري بوساسو يحاجي ياسين حلي باناكا سعودي قولها ديگان كبوساسو افايين كان بدونا دا قبل كباري مسولين كالي معمولها اسكول كبوساسو انترناشنال محمد خليف اي ارديدا كلا دردار مي ان اي موچيان ددال اي كالينكو غاريان حين ايو هوبا للي قرب تاقين يحي وحن اللي كلا دردار مايا سيدا ادارتان هوي اب ايو معلمين ايو اسمي ايو عقال با اني قرب تاقين يحين انا تلك اللي كاسي وداني وحبرشادين أنا أكود إذا شانين موتسان ديرنان يو كرتي دير ياسي أدفرمر يو هنانقاد وقسم إسانين تلقينا قار كامي دا ميراها اسكول كبوساسو أيا قوب تكسو بندقيا قونتي أي برتين وكلفوني بأن أقف أمامكم حمى الله الآباء والأمهات أمنا ولدتنا ورضعتنا حولين وحملتنا على ظهرها صبرتنا وشاهدتنا لنسلك علما اللهم ارفع شأنها في الدنيا وفي الآخرة نور وضياء وجنات من رب الرحيم كنت ما تفرحت يدا لما قياس كرواية وحن مدت بنسان ودوسو هالقام ينسان وسو قار لهين بوسك أنا ما أنت تاغن هاي يوميلك سيسر رئيس سبا يوغو اي دلين بدنو عن لغا نقام إذا هاي اي دايعين فرصة دان دهابي غاين ما أنت أود تشوغنو هالك يقار كالان فرصة دان عيسان سامحين إني كبيران قوبها تشاهلقا لغولة دقالمو وحن مدت أس إنتا لكو سو چرني ترمالو سبحيد دلان دول مالين نمو يوغو رهبين نمو Toward this study, he uses script for while teaching students so that students may concentrate. Teacher is a good conductor of knowledge, having a lot of potency and confidence. daraasada aan ku sameeyay sigaarka ayaa nu ka ogaanay sigaarku inuu ka kooban yahay 400 oo kun oo kiimiko ah iyadoo ay ka mid tahay carbon mixe sawirka iyo warqada suuliga khubarada adduunka ayaa aaminsan sigaarku inuu keeno taran la'aan iyo waliba cudurka halista ah ee lung cancerka فوسية محمد شيري أو كاميدا والدين تي حفلة ساقوتين تكسو قيب قلي أي عردي دا كلا دار داران تي واحبار الشدين اي سي وطان سيدة دوكسي دي حيبات شوك تانين لابي يطمان غلاس بالغا غا بحاسد اللي اوغي هاي أفر غلاس بايدين هاري أوو العلوس هاي سريقان لنا هانا يصورا لنا واتكا هدين واحبار الشدي هروسي سعدا اللانا هاي دوكو غرب قلو حليبان علي محمد حسن او كميدا حليبان ادا قولها ديگان كدقمدا بوساسو وحو اردايدا كوبور يي انا اسكاد كيان امتحان كبنتلان اي قاديسو اسكول كا بوساسو انترناشنال اسكول او لوغا برتا انو نقضو اسكولا دا كالمها هوري كقالا سند امتحان كشهاديقا اي قاد دولة دا بنتلان رنتي وحان ادين لاي هاي قنتي قاد ايش اسكاد ايقا yaana idila tagin dhalinyaranimo waqtiga ka faa'iideyst afhayeenka nabadoonada gobolka bari nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahin xarago waxa uu sheegay in deeqdii ay ardaydan iska soo aruuriyeen ay ugu talagaleen dadka ay abaartu saameysay inay gaarsiin doonaan raashinkii ay ugu talagaleen abaaraha oo runtii iyo kulli intii la dadaashay oo ma garanaysa in taakuladaas iyagoo ku maasan insha Allahu ta'ala waxaan rabnaa inaan la gaarsiiyo meelahi loogu talagalay oo ugu horeeyaan meelaha abaaru ay halkeeyeen maamulaha guud ee iskuulada Haaji Yasin iyo Boosaas International Abdulaziz Jaamac Hassan ayaa ardayda fasalka 8aad u sheegay in ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka ay dawladdu qaadayso in heerka dugsiga sare ee jaamacadda ay ku dhigan doonaan lacag la'aan dugsiga sare wuxuu ballan qaadayaa ardaygii iskuulka Boosaas oo ka baxa iyo waliba arday ka baxa dugsiga hoose dhexe Haaji Yasin oo isna jira
وإذا لغا شيغو ان انو فورم 1 فورم 2 فورم 3 الى فورم 4 انو كسار دونو اسلام رهان تاسن انو جامعه ديسن راين دونو انت واحد دير او ان ربا انو كوسو غبا غبيو اردي ديلي وخي لين اورن لها لين ييري وخي لين اورن لها وا لين ييري وا رن اسكول كان بوساس وخي كو جرا اسكولدا او فع وين ماركا لغا ريبو اسكول ترسن هل يو لبا ماركا وخل ربا magac oo iskuulka ku fadhiyo oo ah magaca boosaaso arday baa wuxuu yiri ardaydi macallin baa wuxuu yiri dadkii ardaydi ka baxday dugsiga hoose dhexe ee boosaaso maanta waa madax waa run gudoomiyaha degmada boosaaso baa kamida gudoomiyaha degmada boosaaso hadda taqaanaan waa kamid waa dugsiga dugsan ka baxay ardaydan ka gudbaysa fasalka 8aad ayaa dhawaan u fariisan doona imtixaanka dawladdu ay ka qaado fasalada 8aadka iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare ee loo yaqaan centralized ka Xamse Cabdirashid SPC Boosaaso